بسم الله، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نتقاسم معكم الخليع اكسبريس كما كيسميوه، او المقيله سلاويه بحال يعني كتكون عنده نفس المذاق نفس الطريقه تقريبا كل شيء. المهم البديل ديال الخليع اللي كنديروه في الشمس يعني كيجي رائع صراحه، ما كتفرقوش ما بينه وبين الخليع الاخر اللي كنشفوه في الشمس اللي كيكون يعني كنجفوه في الشمس، نفس النتيجه نفس المذاق كيجي اكثر من رائع. يعني كنتمنى ان شاء الله من كل قلبي انكم تجربوه ويعجبكم ان شاء الله، وتخليوا لي في التعليقات لحقاش كيجي اكثر من رائع. كيجي اللحم طيب بحال الزبده كيف كتشوفوا، كيذوب في الفم وكيجي رائع. ما كنقويش فيه انايا يعني الدهنيات بحال الشحمه وداكشي، ما كنقويش فيه بزاف، كيجي فن يعني ما كيقهم حتى شي حاجه كتوجدوه. طيب درتو في هاد القرعه عقمتها درتو فيها الزجاجيه، ومني كنبغيه كناخذو كنحطو في الثلاجه بحال هكا، والوقت اللي بغيتو كناخذو. ممكن انكم ديروه مع البيض كيف ما تعرفوا، ممكن انكم تستعملوه بحال هكا في المليويات، تعمروا به الحريشات الصغار، بزاف الوصفات ديروا بحال هكا في شويه العدس شويه، كيجي اكثر من رائع. يعني الا جربتوه ان شاء الله صدقوني انكم ما غاديش تندموا. المهم ما غاديش نطول عليكم ان شاء الله، وغنبدا في المقادير وطريقه التحضير. بقاو معايا ما تمشيو فين. بالنسبه للمقادير اللي غادي نستعمل دائما اللحم، هنايا القطع ديال اللحم غير الهبره ديال اللحم، ما تكون فيها لا جلده لا حتى شي حاجه، تكون غير الهبره فقط. انا عندي هنايا اللحم البقري خديت واحد تقريبا واحد 2 كيلو. المهم نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو، ولا ديروا الغلمي من جهه الرجل يعني من جهه الجيغو احسن، كيجي من جهه الجيغو كتكون فيه غير الهبره. كنغسلوه بطبيعه الحال وكنشفوه فوق هاد الشبكه مزيان حتى كينشف من داك الماء ديالو. كناخذوا واحد 3 المعالق كبار ديال الملحه، واحد 2 معالق كبار ديال الكمون، يكون احسن مطحون على اليد. وهنايا عندي واحد 3 المعالق كبار ديال القزبر حبوب نشفته وطحنته في الماكينه احسن كيكون جديد. عندي هنايا واحد الراس كله ديال الثوم ضروري، ماشي فص الفص لحقاش كيكون هو هذا، راس كله ديال الثوم. انا خديت الراس هو راه كبير، الراس ديال الثوم يكون كبير او 2 ريوس يكونوا صغار بحال هكا، نقيتو حيت ليه القشور. غادي ممكن انكم تدكوه في المهراز مع الملحه مع شويه الملحه، كيف ممكن انكم تحكوه فقط صافي. المهم هنايا كيف ما قلت لكم راني المهم هنا كيف ما قلت لكم راني نشفت اللحم مزيان من الماء، من بعد ما غسلته نشفته مزيان باش ما يبقاش فيه حتى شي قطره ديال الماء. هنا نضيف ليه ديك الملحه، كنضيف دوك 2 معالق كبار ديال الكمون، وغادي نضيف دوك 3 المعالق كبار ديال القزبر مطحون يابس صافي. وهنايا الثومه كيف ما كتشوفوا انا حكيتها غير في الحكاكه صراحه، ما متوفرش عندي المهراز، هي من الاحسن انكم تدقوها في المهراز مع شويه الملحه، ما كانش ماشي ضروري، المهم كتجي احسن وصافي بحال بحال. المهم كناخذ هذا الخليط، ودابا غادي نخدمو نحاول ندلك هذوك اللحم مع هذوك لي زيبيس اللي درت فيه، كندلكو مزيان مع الثومه والملحه والمقادير الاخرى، كنحكو مزيان بحال هكا باش كله ياخذ هذاك اللوغو ديال الثومه وياخذ اللوغو ديال لي زيبيس اللي درت فيه. كندلكو مزيان بحال هكا كيف ما كتشوفوا مزيان مزيان، ما غاديش المهم كنحاول باش ندخل ليه اللقامه ديالو مزيان. صراحه هاد الخليع كيف ما قلت لكم او المقيله راه كتجي رائعه وكتصبر كتبقى مده طويله، تبقى تقدر تبقى لكم حتى شهر شهرين في الثلاجه راه ما كيطرى ليها حتى شي حاجه. لحقاش هذيك الملحه اللي كنضيفوها زائده، زائد ان كنضيفوا داك الثومه بكثره، فهادو 2 عناصر اساسيه ان كتخلي اللحم يعني بحال كيتعقم ما كيبقاش، ما تخافوش عليه ما كيخسر، كتحافظ يعني كتحافظ على اللحم كما كنقولوا. المهم دابا انا غادي ناخذ واحد المهم فيلم اليمونتير، انا مابقاش عندي صراحه فيلم اليمونتير، ناخذ غير غادي ناخذ غير هذا بابي الومنيوم بحال بحال. المهم ان ليسونسييل ان ما تشمش الريحه ديال الثلاجه، كنسدوها مزيان كنسدوها بحال هكا، ولا نديروها في شي علبه زجاجيه تكون كتسد مزيان. المهم خاصها ليسونسييل كيف ما قلت لكم انها ما تشمش الريحه ديال الثلاجه، و حتى داكشي المواد اللي كنديرو في الثلاجه ما تاخذش الريحه ديال لحقاش فيها الثومه بكثره،
كما كتعرفوا. المهم انا كنغطيها مزيان بحال هكا، راه ما كتسربش الريحه. ممكن انكم هنا في هذه المرحله انا غادي نخليها تبات 48 ساعه، يعني جوج ليلات كامله. ممكن انكم ديروها حتى 3 ايام، قد ما بقات في الثلاجه مرقده في هذه الاقامه قد ما كيجي الخليع لذيذ، يعني قد ما كتجي لذيذه. انا غنخليها 48 ساعه، وفي اليوم الثالث ان شاء الله كيفما تشوفوا هذا اليوم الثالث خليتها 48 ساعه من بعد خرجتها دابا من الثلاجه، نتوما غتشوفوا. صافي هنايا راه خدات الوقت الكافي، راه كيف ما قلت لكم ممكن انكم تخليوها حتى 3 ايام. راه قد ما خليتوها في الثلاجه قد ما كتجي مزيانه، قد ما كتشرب. انتما شوفوا كيف اللحم كينشف، كيجي ناشف ما فيه لا مال حتى شي حاجه، ومشرب هذيك اللقامه اللي درنا فيه. هانتوما كيف كتشوفوا ناشف مزيان، يعني من اسرار النجاح ان اللحم يكون ناشف مزيان، ما يكونش فيه قطره الماء، ما تكونش فيه. يعني كيف ما قلت لكم منين تغسلوه نشفوه مزيان. هنا انا عندي هنايا خديت 1 كيلو لارب ديال الشحمه، انا عندي 2 كيلو ديال اللحم، خديت ليه تقريبا 700 غرام ديال الشحمه. كاين اللي كيدير حتى الكيلو، انا درت غير تكتفي صغير ب 700 غرام. عندي كاس ديال الزيت المائده، كاس العنبه، وكاس ديال الماء. صافي كناخذوا واحد الكوكوط تكون ثقيله وكنديروا فيها داك اللحم اللي ترقد. من بعد غادي نضيفوا ليها كاس ديال العنبه يكون عامر ديال الزيت المائده كيف كتشوفوا، وغادي نضيفوا ديك الشحمه. انا الشحمه طحنتها صراحه عند الجزار، طحنها ليا بحال مطحونه مزيان، طحنوها في الاله او المهم خصها تكون مطحونه. الكفته خصها عفوا الشحمه خصها تكون مطحونه. صافي ضفتها بحال هكا. هنا كيف ما غتشوفوا معايا غادي ندي غادي نضيف ليه هذاك الكاس ديال الماء، فقط كاس ديال الماء غطيب فيه هذه الكميه كلها. انتما غتشوفوا كيفاش غادي نطيبوا كاس ديال الماء. صافي هنا شوفوا البوطه، النار راه مهيله، يعني اقل درجه ممكنه درتها ديال النار، يعني ما كاينش قل منها، نقصتها للحد بحال الفتيله كيف ما كنقولوا. هذا باش يطيب وما يتحرقش لكم، ما يطرى ليه حتى شي حاجه. تخليوه، انا عندي كيف ما قلت لكم اللحم ديال العجل بكري، غادي نخليه واحد ساعة. من طبيعه الحال راني مشى ليا داك المقطع، المهم حركوا داك المقادير اللي درتو داك الشحمه مع اللحم تخلطوها مزيان عاد كضيفوها فوق النار مهيله. هنا من بعد مرور واحد ساعه الا ربع حليت عليه، هنا دازت 45 دقيقه راه بدا كيطلق داك الدهنيات، بدات كتطلق. المهم باقي فيه هنا الماء كيف كتشوفوا، اللحم يلاه المهم دخلوا الطياب قرب يطيب. نخلي واحد تقريبا غنسد عليه وغنخليه على العافيه كيف ما شفتوا مهيله جدا. غادي نغطيه ثاني وغادي نسد عليه الكوكوط وغنخليه يطيب واحد تقريبا واحد نص ساعه اخرى. هنا اللحم راه ممكن انكم تتحكموا نتوما في اللي عندكم اللحم ديال الغلمي راه دغيا كيطيب، ما تغفلوش عليه. انا عندي البقري راه شويه خدا ليا الوقت. هنا راه صافي طاب، انتم غتشوفوا غادي نقلبوا تلق غير داك كيبقى فيه غير داك الليدام ديالو، ما كيبقاش فيه الماء نهائيا، وحنا اصلا دايرين غير كاس ديال الماء. هنا راه بقى غير الليدام ديالو، صافي ما بقاش بزاف كيف كتشوفوا، بقى غير الزيت يعني وقف كيف ما كنقولوا ديك صافي كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم اللحم هذوك الحيمات كيتلقوا كيبقاو واقفين في الليدام ديالهم كيف ما كنقولوا. هنا صافي راه طاب اللحم، بقى لي غير نضيف هذه الاضافه الاخيره، كنضيف داك واحد الكاس ديال زيت الزيتون، كاس قولوا 150 مللتر يعني الكاس العنبه. صافي كنضيف هنا زيت الزيتون داك الكاس. هنا راه كيف ما قلت لكم صافي المرحله الاخيره راه طاب، كنخليه غير واحد 5 دقائق كطفي البوطه. هنا راه من بعد ما طفيت البوطه خليتها في الكوكوط، حليت عليها ودرت واحد المنديل فوق فوق الكوكوط، عاد درت الغطايه باش ما كيهبطش داك الماء وكتفسد لينا دوك القطرات ديال الكوكوط ما كيهبطوش عليها، وخليتها حتى بردات في الكوكوط عاد حطيتها. المهم انا درتها في القرعه كيف كتشوفوا، وانتم كيف كتشوفوا راه كتجي بحال الزبده كيف ما شفتوا. درتها هنا في واحد القرعه عقبتها بطبيعه الحال ودرت فيها هكا هذوك الحيمات، غنحطهم في الثلاجه. ممكن انكم كما قلت لكم تحتفظوا بهم حتى الشهر ما كيطرى لهم حتى شي حاجه او اكثر. هنا طيبت واحد شويه البيض مع جرائع يعني جديد بزاف، الاطفال كيحماقوا عليه صراحه وحتى الكبار، انتما كلشي كيبغيه. نتمنى ان شاء الله من كل قلبي انكم تجربوا هذه الوصفه ان شاء الله، وبدون تعقيدات بدون مراحل كينجح من اول مره ان شاء الله. وتخليوا لي في التعليقات، ونتمنى ان شاء الله اللي ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا فضلا وليس امرا، ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد. ودائما دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم بحول الله، والى اللقاء.